القائمين على هذه الندوة ممثلين من جمعية الصداقة المغربية الأذرية، نقول أذرية يمكن دوز يعني خاصة هي الأصل الشهير مشينا على كل حال. طبعا نشكر كل اعتقد جو سفير اعتماده انسحب لا حرج يعني حرج البروتوكول اوكي مش الواقع. انا احترت في موضوع عنوان الندوه طلبوا مني الاخوان طبعا تقويه وسائل التواصل بين الشعوب الاسلاميه. انا مشينا خدها محمد فضل، أنا أستاذ في الهندسة في السعودية 20 سنة وأستاذ في الدراسات الإسلامية في المشرق عموما، وأنا الآن ضيفكم هنا مش ضيفكم أنا أول البلاد. أنا جدي سيد محمد بن جعفر الكتاني يعني يعرفه العلماء وطلبة العلم والمهتمين بالشأن الإسلامي، ولذلك نحوت منحة قد يستغرب كما استغرب يعني استغلال اليوم العالمي للغة العربية للاحتفال بالصداقة الأذرية المغربية. المنحة الذي أنحوه والذي أتمناه في الدراسات الإسلامية هو منحة تجديد الفكر الإسلامي مش الخطاب الإسلامي. بعض الناس تزعم أن هنالك تجديد للخطاب الإسلامي، وأنا أرى أن أفضل طريقة لإعادة اللحمة والتواصل بين الشعوب الإسلامية هو هذا المعنى الذي سأبدأه بعد قليل. لا يحتاج الباحث في أحوال الشعوب الإسلامية للكثير من الأعناء ليكتشف ما آلت إليه هذه الشعوب من تخلف حضاري، يعني بصراحة هذا كلام مزعج إلى الواقع. نحن متخلفون في الدول الإسلامية كلها، ومعاناة بشرية على الرغم من كل ما نتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية وجغرافية هائلة، وما نملكه أو تملكه الشعوب الإسلامية من قيم دينية وحضارية سامية، هذا لا شك فيه. ثوابت إسلامية لا شك في حضارتها وسموها، ومرد ذلك مرد هذا التخلف والتأخير هو ليس النقص في أساسيات وثوابت الدين الحنيف، وإنما التوقف شبه التام ومنذ قرون عديدة عن محاولة التجديد والربط بين الوقائع المعاصرة ومتغيرات الشريعة الإسلامية التي ندعي دائما احنا كنقول كمسلمين انه شريعتنا قابله للتطبيق في كل زمان ومكان، اليس كذلك؟ فلكي تكون كذلك مما ادى لي يعني بصراحه اضافه لهذه النقطه تقوقع الكثير من فقهائنا للاسف، يعني لا يعتب علي الاسلاميين وانا منهم، توقع الكثير من فقهائنا في العقود الأخيرة وفي القرون الأخيرة وضمن دائرة آراء فقهاء العصور الوسطى. هذه نقطة مهمة جدا. ونحن طبعا نتحدث الفكر الإسلامي ينقسم إلى قسمين، قسم نطلق عليه دائرة الثوابت وهي غير قابلة للنقاش ولا يمكن أن نتعدى، والقسم الآخر دائرة المتغيرات. الفكر الإسلامي بصراحة 80% منه يدخل في دائرة المتغيرات، 20% العقائد والعبادات هذه ثابتة غير قابلة للنقاش، باقي ما تبقى من أنظمة الحكم والأنظمة الاقتصادية ومشاكل المجتمعات وهالمصائب اللي نشوفها كلها تدخل ضمن دائرة المتغيرات. ولا يظن أحد أنه أنا أدعو إلى التجديد الذي تسمعونه بالتلفزيونات والمتفلت وغير منضبط، لا لا أبدا. نحن ندعو إلى التجديد ضمن دائرة الثوابت
والمحافظة على دائرة الثوابت التي لا شك في كونها ثوابت. وفقهائنا بصراحة، فقهائنا من أكثر من 100 سنة أو أكثر من 200 سنة يعتقدون أن آراء الفقهاء قبل عدة قرون لها صفة العصمة والقدسية. وللأسف هالمعنى كان يعطينا كل 20-30 سنة، لا في المشرق ولا في المغرب. تعرفوا الرموز ديالنا ديال مذاهبنا هم أربعة: الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. كل 20-30 سنة يخرج واحد من العلماء العظام المرتبين اللي تعمقوا في مذهب الإمام الكبير هؤلاء أحد هؤلاء الأربعة، ويدعو أو يزعم أتباعه إنه هذا مالك الصغير أو أحمد بن حنبل الصغير أو. فإذا راجعت التاريخ الإسلامي تجد عشرات المالكيين الصغير، مالك الصغير وابن حنبل الصغير وأبو حنيفة الصغير والشافعي الصغير. فهلا الآن في سوريا كان هنالك ثلاثة من فقهاء الشافعية يزعم أتباعهم إنه هذا الشافعي الصغير هذا الشافعي الصغير أو المالكي الصغير أو ابن حنبل أو كذا أضاف لمصائبنا للأسف مصيبة أن أتباعه تعتقد بعصمته وقدسيته. يعني يزعم بعض أتباعهم أنه مشايخهم وصلوا إلى درجة التشريع كأنهم أنبياء. ما إحنا عندنا لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أنا أراه أحد أسباب تخلفنا، وهذا لا يعني أعود وأؤكد لا يظن أحد أنني أدعو إلى التفلت وأنه لا ما وقع مذاهب، لا لا هذا كلام مش مقبول أبدا. أنا أقول إذا أخذنا الأشياء الأساسية في الفكر الإسلامي ضمن دائرة الثوابت، ودائرة الثوابت أنا أحصرها حصرا في القرآن الكريم وفي الأحاديث المتفق على صحتها، وهي موضوع كتابي صفوة الأحاديث النبوية الشريفة، وهي الأحاديث التي اتفق على صحتها عدد من أئمة الصحيح. لا شك كلكم يعني سامعين الضجة اللي تسار الآن على كتب السنة والكتب الأحاديث، والناس تطالب بإلغائها والناس تطالب بالعودة للقرآن، وكل هذه دعاوى باطلة، لأن السنة موجودة والسنة تمثل 70% من الفكر الإسلامي. لذلك ما يمكن أن نتجاوز. صراحة أنا خرجت عن الموضوع شوي لأنه موضوع مهم، وأرى أنه بداية العلاقة الصحيحة بين الشعوب الإسلامية هو العودة إلى الجذور، إلى أساسيات الفكر الإسلامي. طرح علينا في المجتمعات الآن، صراحة أنا زرت أذربيجان قبل 20 سنة أيام أو حتى أكثر أيام الاتحاد السوفيتي، ولمسنا واجتمعنا مع مفتي كرتوني كان موجود، ما في حدا من الأذربيجانيين يعني موجودين. فكان حقيقة شعرنا أولا كان في إماتة للتوجه الإسلامي للدعوة إلى الله ما كان في أبدا. وزرتها بعد ما استقلت في 95 أو 96، وجدت الجو تحسن قليلا. وسرني عندهم، طبعا أنتم لا تعرفون أنه أكثر من 93% من الشعب الأذري مسلم. نحن يعني كنا نظن أنه 20-30-50-60 لما زرناهم تأكدنا أنه 3، ولكننا مقسومين إلى قسمين. قسم تقريبا الأكثرية حوالي 60% شيعة، والآخرين إلى أن الشيعة عندهم بصراحة التزموا بالخط الذي ننادي به. نحن إشكالنا مع الشيعة ما هو؟ أهم إشكال عندنا مع الشيعة هو الإساءة لرموزنا ومقدساتنا. الشيعة للأسف قسم كبير منهم يسيء للفكر لرموزنا للصحابة الكرام للسيدة عائشة، ويزعمون أنهم يخدمون الإسلام بهذا المعنى. طبعا أنا شاركت بصراحة ما بفيدكم، أنا كنت عضو في المجمع العالمي للتقرير المذاهب اللي مقره في طهران،
وكنت كل فترة وفترة كل ست أشهر سنة أسافر إلى طهران وأجتمع بهم وأدعو دائما أقول أرجوكم ألغوا من تراثكم ومن أفكاركم موضوع ملف الإساءة لساداتنا الصحابة. حتى مرة قلت لخامنائي نفسه كان في اجتماع وترجيته قلت له أنا معتبرك مجدد للفكر الشيعي هذا القرن فأرجو أن تصدر فتوى بتحريم الإساءة للصحابة الكرام. حقيقة هذا المعنى موجود نسبيا عند الشيعة في أذربيجان